مولانا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا داخلين على العيد الكبير، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة. كنا عايزين نتكلم النهاردة عن الأضحية. أولا إيه الغرض منها، أو هو ليه ربنا أمرنا بيها؟ طبعا يعني تاريخ الأضحية هو فداء سيدنا إسماعيل عليه السلام لما أمره ربه أباه إبراهيم عليه السلام بأن يذبحه، وكان ذلك في رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق وصدق ووحي، واستسلم الأب وابنه لأمر الله سبحانه وتعالى، ولما يعني أوشك على تنفيذ الأمر فداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم كما جاء في القرآن، وفديناه بذبح عظيم. فهذا هو الأصل الذي بعد ذلك يعني المسلمون يتأسون بهذه السنة، والإسلام شرع لنا الأضحية تذكيرا بهذه الحادثة التي فيها درس كبير للمسلمين، وهو أنهم يعني يضحون بكل ما يملكون امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان للولد الذي يعني ارتبط بأبيه وبلغ معه السعي، ومع ذلك لم يتأخر في تنفيذ أمر ربه، فكان الفداء لأن الله سبحانه وتعالى لا حاجة له في أن يعذبنا، ولا حاجة له في أن يذبح الأب ابنه ولا كذا ولا كذا، ولكنه كان اختبارا. فلما يعني صدق إبراهيم وابنه إسماعيل في الاختبار فكان هذا الفداء. فهذه السنة تذكرنا بهذه الحادثة، أنه مهما يعني ضحينا ومهما يعني امتثلنا لأمر الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يمن علينا ويكافئنا على هذه التضحية التي نقوم بها. ومن ثم شرع الإسلام الأضحية يعني وهي أن يذبح الإنسان عن نفسه يعني شاة أو ما ينوب مناب الشاة، يذبحها عن نفسه وعن عياله الصغار الذين يعني هم في يعني مسؤوليته في وقت عيد الأضحى المبارك، تذكيرا بهذه الحادثة، وأيضا توسعة على الأولاد ومواساة للفقراء في هذا التوقيت، وما إلى ذلك من الحكم التي شرعت الأضحية من أجله. طيب المفروض وجوبها امتى؟ يعني امتى المفروض ان الانسان يذبح امتى؟ هو يعني اولا الفقهاء اختلفوا في انها هل هي واجبه او سنه مؤكده، فذهب جمهور الفقهاء الى انها سنه مؤكده بحيث يثاب فاعلها ولا ياثم تاركها، يعني لو ان الانسان ترك الاضحيه ولم يضحي لا اثم عليه في قول جمهور الفقهاء. عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه هي واجبة على الأغنياء، والغني هو من يملك نصابا من الزكاة، ونصاب الزكاة هو 85 جراما من الذهب لا واحد وش، فبنشوف قيمة 85 حوالي 25 ألف، فمن يملك هذا المبلغ مدخرا فاضلا عن الدين، ففي رأي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه تجب عليه الأضحية، يعني ليست سنة مؤكدة فحسب، بل هي واجبة عليه يأثم إن لم يفعل. فأما إن كان يعني لا يملك هذا المبلغ من المدخرات فتبقى الأضحية في حقه سنة مؤكدة كما هو قول يعني باقي الفقهاء. طبعا وقت الأضحية يبدأ من فجر يوم النحر اللي هو اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك، ويستمر إلى ثالث أيام العيد، إلى غروب شمس ثالث أيام العيد. طبعا هو يبدأ من الفجر، ولكن في البلاد التي يعني في الأمصار يعني كما يقول الفقهاء، يعني البلد التي فيها حاكم وتقام فيها الصلاة صلاة العيد، لا يجوز ذبح الأضحية قبل أن ينتهي الإمام من الصلاة، يعني هي وقتها بيبدأ من الفجر، لكن لا يجوز إلا بعد أن ينتهي الإمام من صلاة العيد، لا في البلاد اللي هي الأمصار اللي هي، أما في بلاد يعني ما القرى أو في الصحارى أو نحو هذا فيجوز أن يذبحوا من بعد الفجر لأنه لا صلاة تقام هناك للعيد، فيبدأون الذبح من بعد الفجر. أما في الأمصار حيث تقام صلوات الأعياد فيكون وقت الذبح بعد انتهاء الصلاة، بعد انتهاء الإمام والصلاة، وإذا
غروب شمس ثالث ايام الجدل. في ناس ساعات بتذبح يوم الوقفة. لا، ما هو هذا لا يكون أضحية، وإنما هو لحم، وإذا يعني أخرجوا منه لله فهو صدقة، أما الأضحية فلا بد أن تكون من كما ذكرت من بعد صلاة الإمام. تمام. طيب الشروط الواجب توفرها في الأضحية؟ هو في الأضحية إما أن تضحي بشاة، وهذه يجزئ فيها أن تكون يعني لها سنة، وإما أن تضحي ببقرة، وهذه لابد فيها من أن تبلغ سنتين، يعني أن تكون عمرها سنتين فأكثر، أن يكون عمرها سنتين فأكثر. وإذا لم تبلغ سنتين فيمكن أيضا أن تجزئ إذا زاد وزنها عن 350 كيلو جرام، يعني إما أن تكون بلغت سنتين أو أكثر، أو إذا كانت أقل من سنتين فيجزئ فيها أن تكون أن يكون وزنها يعني نحو 350 كيلو جرام. ولا بد أن تكون صحيحة، يعني لا يجوز التضحية بالشاة أو بالبقرة أو نحو البقرة الإبل مثلا، لا يجوز أن تضحي بما فيها يعني عيب، لأن الأضحية هذه تقدم بالأساس إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن ينتقي الإنسان ما يقدمه إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يضحي بالعوراء ولا بالعرجاء ولا بما فيها مقطوعة الأذن مثلا أو بما فيه عيب، بل يضحي بالشاة السليمة أو بالبقرة السليمة عن هذه الأمور. بالنسبة للشاة هي تجزئ عن شخص وعمن يعوله ذلك الشخص، أما بالنسبة للبقرة فيجوز أن يشترك فيها سبعة من الأشخاص، يعني سبع أسر يشتركون في بقرة واحدة، بحيث يكون نصيب كل فرد من هؤلاء السبعة يعني سبع البقر أو أكثر، لكن لا يجوز بالأقل. طبعاً قد يكون هناك يعني في البقرة من يشترك بنية الأضحية ومن يشترك فيها بنية أخرى، يعني كأن يكون مثلاً يريد أن يذبح عقيقة لمولوده، أو يريد أن يأكل اللحم، أو يريد أن يتصدق، لكن يعني لا تجزئ الأضحية في أقل من السبع. يبقى أنا معايا سبع ده الأضحية، معايا بقى حد تاني من السبعة أخذ مثلا للعقيقة، واحد تاني أخذ يريد اللحم يعني كأنه يشتري لحما مثلا من الجزار، واحد تالت يريد أن يتصدق بسبعه، هذا جائز، يعني لا يشترط أن يكون كل السبعة ممن ينوي الأضحية، بل يجوز أن يكون أحدهم أو أكثر ينوي الأضحية والآخرون ينوون شيئا آخر، لكن لا يقل النصيب الواحد عن السبع، قد يزيد، يعني ممكن أدخل بسبعين، يعني بدل من سبعة يشترك خمسة مثلا في بقرة، يبقى أنا نصيبي أكبر من السبع جائز، لكن أقل من السبع لا يجوز بالنسبة للأضحية. يعني هي أقل من السبع، يعني مثلا ثمانية ما ينفعش إن ثمانية يشتركوا فيها؟ لا ما ينفعش، ممكن يبقى في ثمانية بس أنا نصيبي سبع، يعني في ثمانية بس في اثنين مثلا واخدين نصيب جزء من السبعة، ودول عايزين مثلا يتصدقوا بيه أو عايزينه للحم، لا بأس، المهم إن أنا نصيبي أنا من أريد الأضحية لا يقل عن سبع. يعني العبرة مش في عدد أشخاص، ممكن يبقى في 100 شخص، انا لوحدي ليا السبع وال99 بيشتركون في الباقي، خلاص يبقى انا السبع بتاعي ده يجزئ عن الايه؟ عن الاضحيه. تمام. طيب انتشر في الاونه الاخيره موضوع فك الاضحيه، ادفع مش عارف ايه وبرع وتصدق، والسنه دي خدت بالي ان فك الاضحيه منزلينه بالتقسيط. نعم. فانت ايه راي فضيلتك في الموضوع ده؟ والله هي فكرة السبك الأضحية دي يعني هي فكرة التوكيل، إنك بتوكل الوكالة هذه من التصرفات الشرعية، يعني في تصرفات يقوم بها الإنسان قد يستطيع أن يقوم بها بنفسه، أو يعني ليس لديه الوقت أو ليست لديه الخبرة فيوكل غيره عنه في هذا التصرف، فمن هذه التصرفات ذبح الأضحية، فيجوز للإنسان ابتداء بغض النظر عن السكوك أو غيرها أن هو يوكل غيره ليقوم بالأضحية، فمثلا قد أكون أنا أريد التضحية وليس عندي وقت أو يعني ليست عندي خبرة بالشراء وكذا، فأوكلك وأعطيك الثمن وأقول لك وكلتك في أن تذبح الأضحية عندي وأن تقوم بتوزيعها، فتكون أنت وكيلا عني في هذا. فهي فكرة السبق تأتي من هذا، أنك توكل الجمعية أو المؤسسة القائمة على أمر هذه السكوك، فأنت توكلها تدفع لها ثمن الأضحية، ثمن الشاة أو ثمن سبع البقرة أو كذا، وهم يقومون عنك
بذبح هذه الاضحيه. اما كونها بالتقسيط فهذا جائز، لان هذا دين عليك، انت بتوجهه بان يذبح الاضحيه ثم تدفع له المبلغ مره واحده اللي هو ثمن الاضحيه، او تدفعه على مرات، هذا لا شيء فيه. بالنسبة لبواقي الأضحية، يعني مثلا زي الجلد، زي الرجلين، زي الحاجات الأحشاء الداخلية، الحاجات دي تمام، في بعض الناس بتحب تحتفظ بيها لنفسها، يعني مثلا في ناس تحب تحتفظ بالفرو، أو مثلا قرون الخروف كتذكار، أو حاجة من هذا القبيل، هل ده جائز؟ لا، هو لابد ان هو يتصدق بهذا الجلد وهذه والفرو وهذه الاشياء، لا يجوز للانسان ان ينتفع بها، بل لابد ان يخرجها لله سبحانه وتعالى. ولذلك في جمعيات بتقوم على هذا الامر، يعني يجمعون هذه الجلود ويعني يصنعون منها اشياء ويتصدقون بها على الفقراء والمحتاجين وهكذا، لكن ان الانسان ينتفع بهذه الاشياء لنفسه هذا لا يجوز. طب في ناس في صباحية العيد بتلف في الشارع انها عايزة تشتري الجلود، فهل ينفع برضو نبحها ولا ما ينفعش؟ لا يجوز بيعها برضو كذلك. نعم، ولا يجوز مثلا تركوها للقصاص اللي هو الجزار اللي بيذبح، لا يجوز تركوها له الا على سبيل الصدقة، لكن لا تكون من اجرته مثلا، يعني هو مثلا اجرته يأخذ مثلا 100 جنيه ويأخذ هذه الجلود، لا يجوز، انما تتصدق بها عليه هذا الجلد. يعني بدل ما ياخد المية ياخد جلد وياخد الاحشاء، جزء من الاجره يعني. كمثل ده لا يجوز، انما لو اخد اجرته وقلت له خد الحاجه دي حلال عليه. طبيعي، هو كاي انسان اذا كان من اهل الصدقه يعني ليس غنيا فهذا جائز. كل انسان بلغ حد الغنى لا تجوز له الصدقه. حد الغنى كما ذكرنا هو ان يملك نصابا من الزكاة، يعني يكون معاه مدخرات مثلا 25 جنيه 25 الف جنيه او اكثر، يعني قيمة 85 جراما من الذهب غير 21. ايه هي الطرق الشرعية لتوزيع لحم الأضحية؟ طبعا هو ليس هناك إلزام في هذا، لكن السنة ان الانسان يقسم الأضحية ثلاثة اساس، يدخر يعني ثلثا لنفسه، يعني ياكل منه على مدار الايام، وياكل من الثلث ويتصدق على الفقراء بالثلث. لكن لو ان الانسان اكلها كلها او تصدق بها يعني كلها او ادخرها كلها فهذا جائز، لا، لكن السنه هو ان يثلثها اساسا، ثلث لنفسه وثلث للفقراء، ويمكن ايضا ان يهدي منه يعني اقاربه واصدقائه من الثلث السادس. لو فرضا مثلا واحد هياخد قرض عشان يجيب الاضحيه، فهل هي كده يجوز ولا هتبقى يبقى فيها ان هو غير قادر مثلا ما يحملش نفسه؟ لا، هو اولا احنا بنتكلم هل يجوز او لا يجوز؟ اذا كان القرض حسنا يعني ليس بفائده فيجوز للإنسان أن يقترض لحاجاته الدنيوية وحاجاته الدينية، إذا كان يعني يثق أنه عنده القدرة على سداد ذلك القرض. ولكن إحنا بنقول أن الإنسان ينبغي أن هو لا يحمل نفسه ما لا يطيق، يعني أو ربما يتعثر في سداد القرض، فلماذا يدخل نفسه في هذا وهي أصلا ليست واجبة عليه؟ هي على كل الاحوال سنه مؤكده، فاذا كان يعني تيسر الانسان ان يفعل هذه السنه بلا اضطراب فليفعلها، والا فلا يدخل نفسه في ديون وكذا، لانه مثلا لو ربما مات وربما لا يستطيع سداد القرض فانه يؤاخذ به، ويعني الدين ده من اهم الامور، يعني الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين، لا يغفر له حتى يعفو صاحب الدين. فالإنسان دائما لا يدخل نفسه في ديون، ولا سيما إذا لم يكن واثقا من القدرة على سداد هذه الديون. طيب، في الأمور الدنيوية، ففي الأمور الأخروية يكون من باب أولى، لأن الله سبحانه وتعالى لم يفترض عليه هذا، والله سبحانه وتعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منه. فالمهم تقوى القلب. تقوى القلب هذه تكون مع الذبح او مع عدم الذبح، تكون مع الذهاب الى العمره او عدم الذهاب الى العمره، يعني احنا بنجد اناسا
يعني يستمتون على الذهاب إلى العمرة والحج، مع أنه من الممكن أن يبقى في مكانه ويسعى بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى ويطوف بقلبه يعني إلى الله سبحانه وتعالى وهو في مكانه، وتتحقق منه التقوى التي تصل إلى الله سبحانه وتعالى. الله لا ينتفع منا لا بذبح ولا بصلاة ولا بعمرة ولا بحج، وإنما المراد هو تقوى القلوب. فإذا كانت عندنا الإمكانات التي تسمح لنا بهذه العبادات فهي مطلوبة، وإلا فنقتصر على ما يسر الله سبحانه وتعالى لنا من جهد ومن وقت ومن دين. الجمعيات يعني مثلا في ناس مثلا بقول لك انا هخش جمعيه عشان اقبضها على العيد واشتري الاضحيه، دي برضه تعتبر من ضمن يعني تعتبر في تعداد تقسيط الاضحيه، ولا تعتبر في تعداد انها نوع من انواع القروض حسنه؟ لا، هي الجمعيه هي نوع من انواع الايه الادخار بطريقه معينه. اه فيعني انا اريد ان ادخر مبلغا معينا، لان لو لم ادخل الجمعيه ربما مثلا اصرف كل ما معي، فالجمعيه بتلزمني ان انا يعني اقتطع جزءا من الدخل في كل شهر لادفعه لغيري يستعين به على اموري، ثم ياتي علي الضرر فاخذ ايه يعني مجموع هذه المبالغ استعين بها على اموري. فاذا فعل الانسان هذه الجمعيات لتيسير امور دينه او امور دنياه فهو يعني امر حسن ولا باس فيه. فضيلة الشيخ حازم الكلاني أشكرك جدا، شرفتنا النهارده. سعدت بكم وشرفتونا في دار الإفتاء، ونسعد بكم إن شاء الله في المناسبات المختلفة. إن شاء الله.